أعزائي متابعي ومشاهدي قناتي الكرام، السلام عليكم أينما كنتم. اليوم راح أشوفكم إطعام أفراخ البلابل. الخلطة بالإسرنجة، ما أحبذ توكلوهم الإسرنجة بحالكم وتوكلوهم، تطوه تخلوا على ايديكم كمية حتى تعرفون شقد وتوكلوهم حتى لا يختنقون. هاي احسن طريقة هي توكلون الافراخ، ونفس الطريقة هي من توكلوهم بيديكم راح يتعلمون على الوقوف على الايد، لما يكبرون راح يصير عندهم شيء طبيعي ما يخافوا من ايدك. راح أسوي عدة مقاطع صغار، دقيقتين ثلاثة. بعض الأخوة يقولون النت عندنا ضعيف، فأرجو أن ما يكون التحميل معنا هواية الأفلام. فهاي أبسط طريقة، بأنه تخلي على إيدك وتأخذ الخلطة المسوي الجاهزة وتخليها. يجوز اشوفكم في اليوم نوعية الخلطة. من يخلصون اني انطيهم مي. تشوفون هسه هم اكلوا، بس ياخذون المي، لانه ورا كل وجبة اعطيهم مي. جماعات يقولون المي مو زين لهم، لا، جسم الطائر بحاجة الى سوائل. منين ياخذ السائل؟ قد ما اوكله ما بي ذاك السائل الكافي اللي يبني جسمه به. هاني من عمره 12 يوم انطيهم الدود القبابي والخلطه هاي، وانطيهم قطرات من المي. شوفوهم شلون هم اكل رفضوا ياخذوه، بس المي ياخذوه. لا تخافون، بس كميات هوايه كلش، لا تطوهم حتى لا يصيرون اسهال. لكن المي جيد لهم لبناء جسمهم وتكوين دم، وماكو كائن حي يعيش بلا المي. فالمي شيء اساسي. الشيء الشائع بين الاخوه المربين بانه لا تعطوهم مي للافراخ العفو، لو ملاحظين بانه الام، خليت مقطع قبل فتره، الام تعطيهم سوائل من داخلها. هالسوائل هذه تعوضهم عن المي، اللي لانه ما يقدرون يقومون من العش يشربون. فيمكن شفتوا المقطع قبل مقطعين او ثلاثه عن الام شلون تعطي سوائل من حلقها تطلعها للافراخ. فاتمنى لكم الاعتناء بالافراخ والاهتمام بها بهالموسم هذا، لانه موسم بدا التكاثر. واللي أرجو منكم أيضا عدم صيد البلابل الكبار، تركوها بالبرية وخلوهم يتكاثرون، لأنه يجوز تأخذ لك بلبل تقتل من وراء بيض ثلاثة أو ثلاثة أفراخ. فأتمنى أن تنشرون هالمعلومة بين الأصدقاء. وبالختام أتمنى لكم صيام مقبول للجميع، ورمضان مبارك، وإلى لقاء.